يسري ذلك إلى جميع المباحات، فمن نوى بالمباح خيرا أثيب عليه. المباح الأصل فيه هو أن الإنسان لا يثاب عليه ولا يؤاخذ عليه، لكن من نوى به خيرا أثيب عليه. ولذلك من لطيف كلام العلماء أنهم يقولون عبادات الجهال عادات وعادات العلماء عبادات. عبادات الجهال عادات، أي أن الجاهل لجهله يجرد العبادة من روحها فيفعلها كأنها عادة، يصلي بلا خشوع ولا استحضار ولا يحرص على السنة ويؤديها ثقيلة على نفسه متى تنتهي. أما العلماء فإن العادات عندهم عبادات، أي أنهم يتقربون إلى الله وينوون الخير حتى بالعادات، حتى بالعادات. فلو أنك يا عبد الله إذا جلست مع أخيك لتتكلم في أمور مباحة نويت أن تدخل السرور عليه تثاب بهذا المجلس، نويت أن تسليه عن مصيبة تثاب بهذا المجلس، نويت أن تصرف نفسك وأخاك عن الغيبة تثاب على ذلك، إذا نويت بالأكل أن تتقوى على طاعة الله تثاب على الأكل، إذا نويت بالنوم أن تنشط في طاعة الله تثاب على النوم. أما إذا لم تنوي فإنك لا تثاب على ذلك ولا تؤاخذ.